أهلا وسهلا فيك الممثلة ماجي بوبوسون. شخصية سحر شخصية صعبة، واضح أنه يمكن ما أنا كتير قريبة من شخصيتك كشخصية ماجي. شو تركت فيك أثر هاي الشخصية؟ فيها شيء مني مبلا، فيها هي بيشبهني سحر طيبة وحنونة كتير وضعيفة بمحلات، وسحر عندها الإرادة القوية والإصرار والتصميم، هول كمان موجودين فيي. الفرق أني أنا بحط تارجت لأهداف معينة بس مش للشر. سحر طفولتها والمشاكل اللي عايشتها والتحرش يلي تعرضت له هي صغيرة خليها يكون أهدافها شريرة بعكسه. هيدا الشر اللي شفناه إذا فينا نقول بالمسلسل، وهيدي المواضيع الجريئة خفتوا أنه تطرحوها تحديدا بشهر رمضان؟ لأن لا. في ناس سألت هيدا الموضوع. لا أبدا أبدا ما خفنا. هو في جرأة بالطرح طبعا، بس في أناقة بالتنفيذ. فيك تطرح موضوع جريء بس التنفيذ إذا خادش للحياة أو لا، ما كان في خدش للحياة مارق بشكل العائلة كلها فيها تحضره. شو بتوجهي رسالة أخيرة للجمهور الأردني؟ بدي أقول أول شيء اشتقت للأردن واشتقت لعمان كتير. أنا متعودة كل سنة يكون إلي أكثر من زيارة، خاصة بافتتاح فيلم السينما. إن شاء الله يا رب جائحة كورونا تنتهي لنقدر سنتجين نكون بعمل ونفتتحوا كمان بسينمات الأردن. بحبكم كتير، شكراً لمتابعتكم ولكل كومنت ومسج بتوصل لي منكم. I love you.